مع حضراتكم لموضوع تاني، ويعني الدراسة داخلة بقى عامة، ومهم جدا ان احنا نهتم بفكرة التعقيم داخل المدارس والجامعات. في طلاب في جامعة داخل معهد خاص للهندسة ابتكروا روبوت بيساعد على تعقيم لجان الامتحان، وكمان بيراقب الطلاب، وغيرها من المميزات اللي موجودة داخل هذا الروبوت هنعرفها كلها من خلال التقرير، ونرجع بعد التقرير نكمل مع حضراتكم. طلاب كلية المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمحافظة المنيا تمكنوا خلال 4 شهور من تصنيع روبوت متعدد الوظائف لمواجهة فيروس كورونا، ليكون خدمياً وتعليمياً تزامناً مع معاناة العالم من جائحة فيروس كورونا. وحيث جرى الاتفاق على الشكل الحالي بناء على تعدد وظائف الروبوت، ومنها القيام بعدة وظائف داخل لجان الامتحانات ليقلل الاحتكاك والتلامس ومواجهة العدوى. يستطيع الروبوت التعرف على الشخص من خلال الكاميرا، وإعطاء التحية وتسجيل الحضور والغياب داخل لجنة الامتحان من خلال الكاميرا، وأيضاً توزيع أوراق الامتحانات، فضلاً عن مهام أخرى يقوم بها الروبوت، وهي في حالة وجود شخص ممنوع من دخول الامتحان يعطي تحذيراً بعدم التعرف عليه وعدم دخوله اللجنة. هذا بالإضافة إلى وجود سنسور لقياس درجة الحرارة، ويوجد جزء لاسلكي للتحدث عن طريق تطبيق أبليكيشن من التليفون وإرسال التعليمات للطلبة من خلال أستاذ المادة أو المراقب. أفكار استثنائية وابتكارات فريدة يسعى من خلالها الطلاب في الجامعات لإثبات جدارتهم في مجال البحث العلمي الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، واهتماماً بالغاً من القيادة السياسية وأجهزة الدولة. طبعا خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الروبوت الجديد من خلال الطالب اسماعيل اسعد المشارك في تنفيذ وابتكار هذا الروبوت مع زملائه في المعهد. صباح الخير عليك اسماعيل. صباح الخير يا فندم، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. احنا في الحلقه بتاعتنا النهارده اتكلمنا كتير قوي عن الروبوتات، منها بقى الروبوت الممرضه والروبوت اللي بيراقب الموظفين، لكن احنا عندنا روبوت من نوع اخر في لجان لتعقيم للامتحانات وللمراقبة كمان على الطلبة. عايز أعرف منك إيه الجديد في هذا الروبوت؟ الجديد إنه هو في عدة وظائف، هو إن إحنا من خلاله إن إحنا ممكن نعمل تعقيم للإيد، نعمل تعقيم للأرضيات، بيبقى فيه جزء لسنسور لقياس درجة الحرارة، بيبقى فيه جزء في إقدر إن إحنا ممكن من خلاله نوزع ورقة الأسئلة والإجابة على الطلاب داخل لجان الامتحانات. في جزء برضو جزء الأوفيسر ده بيبقى عبارة عن شاشة بيبقى فيها أهم الأماكن اللي بتحتاجها الزوار. ممكن برضو في جزء الكاميرا دي مربوطة طبعا بالذكاء الاصطناعي. طيب إيه كمان يا إسماعيل؟ يعني هل مثلا ممكن الروبوت ده يتم تطويره علشان يعمل إيه كمان؟ إيه يعني هل أنت حاطين ك يعني فريق عمل خطة ما لتطوير هذا الروبوت؟ التطوير اللي ممكن يتم فيه ان احنا ممكن نعمل دراعات متحركه في الروبوت، ان احنا ممكن نخليه مثلا ينقل اشياء او حاجات مثلا من مكان لاخر، وممكن نضيف لجزء البيز بتاعته ان احنا نحط رجل عنكبوتيه ان احنا نخليه يطلع سلالم. عظيم. يعني كمان هم بيبتكروا دلوقتي وبيفكروا كمان قدام هنعمل فيه ايه. ده كويس جدا يا اسماعيل. من ضمن التطويرات بتاعته. طيب من البدايه اللي خلاكوا اصلا تفكروا في عمل الروبوت ده؟ احنا في البداية اصلا كان هدفنا ان احنا نخدم الظروف اللي بتمر بها البلد، وهو وباء فيروس كورونا اللي بيمر به العالم مش مصر عموما. فبدأنا نفكر واحدة ان احنا ممكن نعمل ايه، ممكن ايه اللي يفيد البلد. فبدأنا ان احنا نفكر حاجة على 4 مراحل. عظيم. طيب الروبوت ده بقى هل هو للمدارس فقط، ولا ممكن هيئات اخرى اماكن حكومية اخرى ممكن تستفيد منه؟ لا هو ممكن يكون الهيئات الحكوميه والمنشات التعليميه، يعني مثلا زي المدارس، الجامعات، المستشفيات، المولات، الشركات، بيخدم كل الحاجات دي يعني. طيب هل في اي جهه رسميه تواصلت معاكم دعمتكم بطريقه ما؟ لا لحد الان مفيش حاجه دعمتنا لحد الان يعني. طيب بس انت كده هتضايق على زمايلك قوي يا اسماعيل، يعني الناس بقى اللي بتقعد في الامتحان عشان تقعد تتكلم وتغش، انت كده قفلت عليهم الباب،
مش كده؟ اه اكيد طبعا. زي الفل. ولا يقعد بقى يتكلم مع مراقب ولا يضيع وقت زمايله اللي قاعدين؟ لا طبعا. الكاميرا بيبقى فيها جزء 360 درجه كشف اللجنه كلها كمان، وفي جزء بيبقى ويرلس، بيبقى ارسال واستقبال، بيبقى مع الطلبه يعني من خلال الروبوت ده يعني. مش بيشوف بوشه بس كمان، كل الاتجاهات، من كل الاتجاهات 360 درجه. عظيم. يعني الروبوت هيبلغ عن زمايلك على طول، كل واحد بقى يذاكر ويعمل اللي عليه وما يعتمدش على الغش. كله يشد حيله. اسماعيل اسعد المشارك في تنفيذ وابتكار الروبوت الجديد في المعهد التكنولوجي للهندسه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.